إذن مستمعينا اليوم في دوزة غادي نقترح لكم حرشة بالكوكو الحليب، كتجي سهلة وهشيشة في نفس الوقت. غادي نحتاجو في المقادير باش نوجدو حرشة بالكوكو الحليب، غادي نحتاجو لربعة ديال السميدة رقيقة، جوج كيسان كبار ديال الكوك، نص سيترو ديال الحليب، كاس ديال السنيدة، نص كاس ديال الزيت المائدة، قشور ديال الليمونة محكوكة، كيس واحد من الفاني، جوج خمارات ديال الحلوى، واحد ياغورت فاني. هادو هما المقادير. غادي نعاود، قلنا باش نوجدو حرشة ديال الكوكو الحليب غادي نحتاجو لربعة ديال السميدة رقيقة، غادي نحتاجو جوج كيسان كبار ديال الكوك، يعني كنعبرو بالكاس الكبير ديال العنبة. كنعرفو انه كاس العنبة فيه العبارات، غادي ناخدو هذاك الكاس الكبير هو اللي غادي نعبرو به الكاس الكبير ديال العنبة، جوج كيسان ديال الكوك. غادي نحتاجو كذلك نص سيترو ديال الحليب، نحتاجو كاس ديال السنيده ولكن غير العنبه العاديه، الكاس العادي مع نص كاس ديال زيت المائده. دائما العنبه الكاس ديال العنبه العادي، يعني هذاك الكاس ديال العنبه الكبير غادي نديروه غير بالنسبه للكوك، يعني كميه كبيره، جوج كيسان ديال الكوك بالكاس ديال العنبه الكبير. اما القياس ديال السنيده فغادي نحتاجو فقط غير الكاس ديال العنبه العادي، وغادي نحتاجو كذلك نص كاس ديال زيت المائده، قشور ديال واحد ليمونه محكوكه، كيس واحد ديال الفاني، واحد جوج خمارات، واحد ياغورت فاني. هادو هما المقادير، والطريقه سهله ديال هاد الحرشه. كنجمعوا المقادير كامله، يعني كنجمعوا السوائل هما الاولين، يعني كناخذوا نص سيترو ديال الحليب في واحد الاناء غارق شويه، نديروا نص سيترو ديال الحليب، نديروا نص كاس ديال الزيت، نديروا واحد فاني، ونديروا واحد ياغورت فاني، ونبداو نخلطوا، نضيفوا جوج كيسان كبار ديال العنبه ديال الكوك، نضيفوا كذلك ربعه ديال السميده رقيقه، ومن بعد كنخلطوا مزيان قشور ليمونه محكوكه اللي غنسمو بها، كنخلطوا مزيان هاد المقادير كامله، وعاد كنبداو نضيفوا ديك السميده الرقيقه، رابعه ديال السميده الرقيقه، وكنجمعوا مزيان، وكيتخلط مع الكوك كيزيد يعلك لينا، ودغيا كتجمع لينا هاد الحرشه. يعني كنخلطوا المقادير كامله، رابعه ديال السميده الرقيقه، جوج كيسان كبار ديال الكوك، نص سيترو ديال الحليب، كاس ديال السنيده، نص كاس ديال زيت المائده، قشور ديال الليمونه محكوكه، كيس واحد ديال الفاني، واحد ياغورت فاني، وجوج خمارات ديال الحلوى. اذا قلنا نجمعوا هاد المقادير كامله، ومن بعد كناخذوا المول سواء مربع او لا مستطيل، غادي ندهنوه مزيان بالزبده ونرشوا عليه السميده الرقيقه ولا السميده الغليظه، وكنفرغوا هاد الخليط ديال الحرشه ديال الكوك والحليب، ومن بعد كندخلوها الفران حتى كطيب وكتحمر. ملي كطيب هاد الحرشه فاحنا كنخرجوها ونسقيوها بالسيرو، يعني الطريقه كيف ما يعني خدينا حنا في المقادير غير القشور ديال الليمونه محكوكه، فهذيك الليمونه اللي بقات غادي نعصروها، او جوج ليمونات نعصروهم، وكيبقى الاختيار ديالكم، اما ندفيوهم على عافيه مهيله واحد شويه مع واحد شويه ديال الفاني مع شويه ديال المزهر، ومن بعد كنسقيو هاد الحرشه بهاد السيرو ديال الليمون، او لا ممكن نسقيوها مباشره غير بالليمون، يعني جوج ليمونات معصورين نسقيوها بهاد الخليط، وندهنوا بشويه ديال الكونفيتور باش غادي نرشوا عليها شويه ديال الكوك باش يلصق لنا الكوك في الوجه ديال هاد الحرشه. بعد ما دهناها بالكونفيتور كتجي سهله، كتجي هشيشه ولذيذه بالنسبه للكوتي مع اتاي وبصحه.